ناب. انا اسماعيل عبد العظيم، مدير محميه ناب وتخصص علوم بحار، ماجستير في البيئه البحريه، تخصص شعاب مرجانيه. تعرفنا اهلا بيكم. احنا هنتكلم النهارده، هنتكلم بصوره عامه كده عن محميه ناب واهميتها البيئيه، وبعدين هنتكلم على البيئات، كل بيئه كده ايه تسميه والنبي يا دكتور، تسميه تسميتها ماشي ان شاء الله كل حاجه. وبعد ما نخلص اي حد عنده سؤال هنتناقش فيه ونتكلم فيه. يعني لو اريح لحضرتك ان احنا نقعد، احنا ممكن نقعد. لا انا براحتكم، لو انتوا عايزين تقعدوا اقعدوا، يعني انتوا عايزين، بس هو عشان ما فيش لا عادي، لا 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 شمس ولا حاجه، زي الفل كده تمام. محميه ناب اعلنت في 1992، اعلنت كمحميه اداره موارد طبيعيه وبشريه، بمعنى احنا التصنيف بتاعنا مختلف عن محميه راس محمد. راس محمد ناشونال بارك، الناشونال بارك ده في الترتيب الثاني في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعه، بمعنى ان هناك في مش مسموح فيه مثلا غير سنوركلينج ودايفنج بما لا يضر او يتعرض للموارد الطبيعيه، يقلل منها او يضر من شانها، بتبقى حاجات بسيطه. لكن ناب اداره موارد طبيعيه وبشريه، يعني معنى كلمه بشريه ان فيها مجتمعات محليه، فانت ازاي بتدير الموارد الطبيعيه في وجود البشر، يعني ازاي تنظم استخدامات البشر من الموارد الطبيعيه بما لا يضر الموارد الطبيعيه، بحيث نضمن استدامتها للاجيال القادمه. ده الهدف الرئيسي من المحميات. التصنيف بتاعنا احنا السادس وقبل الاخير، تصنيف ناب. ناب لما اعلنت فيها ثلاث مجتمعات من البدو، كلهم من قبيله المزينه، موجودين في اربع اماكن. في مكان واحد على البحر هي قريه الغرقانه، في ثلاث مناطق في الجبل، منهم اثنين على طريق دهب، واحد في وسط المحميه اسمه قريه خريزه. كلهم بالظبط يعني تقريبا العدد بتاعهم من 1050 ل 1200 في الاربع قرى الموجودين. واللي موجودين تحت في محميه ناب هم 50 اسره، 256 فرد موجودين من البدو. 256 دول معظمهم من قريه خريزه، بس هم بيترددوا ما بين الصيف والشتاء على البحر، عشان كده احنا لما تعاملت المحميه برضو بتحافظ على العادات والتقاليد بتاعه الناس. محميه ناب اعلنت لحاجات رئيسيه من ضمنها او للانظمه البيئيه الموجوده، رقم واحد المانجروف والنبات الاراك، وطبعا للبيئه البحريه. هنتكلم على الاراك. احنا عندنا الاراك، المكان اللي احنا موجودين فيه ده اسمه مصب سيل او مصب وادي الكيل او المروحه الفيضيه لوادي الكيل. وادي الكيل ده من اكبر الوديان اللي موجوده في جنوب سيناء، من اكبر مصبات السيول في جنوب سيناء، وده رقم ثلاثة، في وتير وفي وادي دهب والثالث وادي الكيل. وادي الكيل بيتميز ان هو فيه التباب بتاع نبات الاراك، ده اكبر تجمع موجود في مصر والشرق الاوسط، بس احنا مش بنفس الكفاءه اللي موجوده في السعوديه. ليه؟ عشان قله المطر الموجوده هنا. الاراك اللي موجود فايدته ايه؟ هو ايه بيئيا؟ ايه ان الشجره دي، هو الاراك ده اللي هو نبات المسواك، اللي هو نبات المسواك. الفايده اللي هي ان هو اولا نبات المسواك او السواك. الفايده بتاعته ان هو اولا بيعمل كمصدات للريح، يعني لما يكون في البيئه، يعني حتى في الدول العربيه بيلجأوا له عشان يعملوا تثبيت للتربه. هو بيثبت التربه ويعمل مصدات، لما يكون في هواء والرمله بتمشي مع الهواء هو بيحتجز الرمله دي، لذلك بتلاقوه في تباب. وكل ما بتعلو التبه كل ما المجموع الخضري بتاعه بيزيد، علاقه طرديه ما بين الاثنين، التبه بتزيد هو بيزيد، لدرجه ان في بعض التباب عندنا بتوصل ل 7 متر ارتفاع. 7 متر. وبعدين الاراك اللي بيستخدم، عشان الناس غلط بتروح تاخد الورق بتاعه او الجذوع الافرع بتاعه الورق فاكره ان هو المسواك. المسواك هو الجذور بتاعته وليس الافرع وليس الفروع، الجذور بس اللي بتستخدم للمسواك. اهميته البيئيه زي ما احنا قلنا ان هو بيعمل مصدات للريح، وغير كده ان هو بيكون بيئه لكثير من الكائنات زي الزواحف، الحشرات، الطيور. لان هو الطيور لما الطيور بتاكل الثمره بتاعته، والثمره بتاعته دي في فوائد ليها، او يعني فوائد بيستخدم في الطب البديل لكذا حاجه. اول حاجه الجزر، طبعا احنا اتكلمنا عشان المسواك، وده عشان في ماده الفلور ومش عارف ايه المقاومه للبكتيريا واللي بتعمل تنظيم للمعده، ده بالنسبه للجذور. الورق البدو بياخدوه بيطحنوا الورق، يطحنوه وبيحطوه على اماكن لدغات العقارب بيسحب السموم، ده في ضمن المعتقدات بتاعتهم. وبياخدوا الورق بيغلوه، بيغلوا الميه وبيحطوا الورق فيه وبيشربوه على الريق عشان الاملاح وتنظيم حركه المعده، بس هو الريحه بتاعته قويه جدا. دي هو طبقات علميه، علميا هو بيستخدم
فينها دي واحنا ماشيين هننزلكم عند التبة كده تشوفوها. اسمع دكتور برضه مش هات ورا حضرتك، انا اسف برضه الكيدني ستونز كعلاج اساسي يعني الاركوشس صح كده؟ اه لا ده هو ليه استخدامات كتير جدا، بس احنا هنتكلم في الحاجات الرئيسيه الموجوده بالنسبه لنبات العراق. بعد كده غير الاراك في نبات الغرقد اللي هو انتم شايفينه، نبات الغرقد هو طبعا لو حد سمع في يعني ده مذكور كتير في السنه ان هو ده لما لا تقوم القيامه الا لما يقتتل المسلمين مع اليهود، وهيختبئ اليهود ورا الحجر ورا الشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم خلفي يهودي تعال اقتل، ما عدا عن شجر الغرقد لانه من شجر اليهود، ده من ضمن اللي بيتقال عليه والله اعلم يعني، لكن ده من ضمن اللي بيتقال عليه وهو منتشر في جنوب سيناء والبدو واليهود حتى في كميه العرب يزرعوه كميه. هم اللي زرعوه هنا؟ لا مش زرعوه، هو موجود في الطبيعه بس ده من ضمن المعتقدات التورات دي. هو اصلا زي ما انتم شايفينه كده برضه بيعمل تباب بس مش كبير، يعني ممكن تكون التباب دي كان اساسها منجروف او اساسها عراق، لكن هو بيبقى زي الشكل اللي موجوده. طب ليه اهميه؟ ليه اهميه برضه بتستخدم علاجيه، بيستخرجوا منه مستحضرات او كيماويات في بعض العلاج. ده نبات الغرقد ازاي. بعد كده بندخل على المنجروف. المنجروف الموجود في نب ده سبب من اسباب اعلام محميه نب، هو بيتميز في نب ان احنا اخر حد في الجزء الشمالي من الكره الارضيه، يعني بمعنى اخر نقطه عندنا موجوده في المنطقه، في منطقه اسمها المنقضعه، وتسمت المنقضعه لان عندها بيقطع المنجروف شمالا ما فيش بعد كده تاني، على مستوى الكره الارضيه في النقطه دي مش هتلاقي اصادك في منجروف. المنجروف سبب التسميه بتاعته اه زي ما تتقال ان هو اثناء حرب امريكا وفيتنام كانت امريكا بتلقي الجنود بتاعتهم على غابات المنجروف، فكانت الجنود دي بتغرس لحد ما بتتغطى خالص، فعشان كده اتسمى مانجروف او مانجريف. لكن هو التسميه الاساسيه بتاعته نبات الشورى على اساس ان هو بيبقى موجود على الشواطئ. هو اساسه موجود مش من 7 مليون سنه قبل اثناء تكوين القارات، وكان نبات عادي في الغابات المطيره. لما حصل القارات وانفصلت والبحار ابتدى بالصوره اللي احنا شايفينها دي، ابتدى هو يتكيف تدريجيا لحد ما وصل للشكل ده. يعني هو اصلا كان غابات في الغابات المطيره، فلما حصل تكوين القارات بيه في صوره على السواحل كده يتكيف مع البيئه في الوضع الحالي اللي هو فيه جذور تنفسيه بتطلع بتقوم بعمليه التنفس، بجانب ان هو الجذر بيوصل النبات والغذاء للنبات بيقوم بعمليه التنفس، عشان الورقه بتقوم مصنع تحليه بتاخد الورق بتمتص منه بتاخد الميه ده الورق بتاخد الملح من الميه بتطلعها على سطح الورق السفلي، ويستفيد النبات بالميه ايه بيكون نسبه الملح فيها قليله. ده بالنسبه للمنجروف. ليه هو موجود دايما؟ بيبقى موجود في مصبات السيول على الانهار ومصبات السيول. نب من ضمن مميزاتها ان هي مكان نشيط للسيول، يعني لما بتحصل سيول بتتجمع وتنزل السيول. السيول اللي هي لما بتقف على الجبال وفي كاترين ومش عارف ايه بتتجمع لحد من هنا، لذلك بتلاقي مخرات سيول، دايما هو بيكون قدام مخرات سيول. ليه؟ عشان لما بتنزل السيول دي اولا بتخفف الملوحه بتاعت الميه، يعني الميه في البحر الاحمر 40 في الالف لما بتنزل تقريبا بتوصل لحد من 36 ل 34 في الالف بتقل، فعشان كده بتلاقي حتى النبات بيفرق في الفتره دي اللي بيحصل فيها، بتلاقي النبات يظل مثلا ارتفاع معين لما بتيجي الميه دي بتخف بتلاقيه فرق في الفتره دي يستفيد اكتر. وعندنا احنا دي بمقاسات بناخدها، كنا عملنا منطقتين استزراع على اول المحميه ونسبه النجاح بتاعتهم وصلت ل 86% بالنسبه للمنجروف، بس ده راجع ليه مواصفات بنختارها في التربه، وعشان هو في الاساس كان موجود في المكان ده ولازم ليه امتدادات خلفيه فنبق بتتوفر فيها الكلام ده. يمكن في راس محمد جربناه بس ما نجحش زي نب، يعني في راس محمد عند ورا صخره الاسد وهتلاقي فيه جزء من المنجروف ده مستزرع منقول من نب، بس مش يعني اللي اتزرع معاه في نب وصل دلوقتي لمترين و3 متر وهناك لسه ما زال 50 سم للمتر. قصدي حضرتك تقول اللي بقى غازيها اكتر الميه اقل ملوحه، مش الميه اقل ملوحه بتقل الملوحه، ودي لها اسباب كتيره. انا مش عايز ان نروح في كل حته عشان هي ليه معلومات كتير يعني، فاجيبهم. هو برضو ان موجود هنا ده دليل على انه في مصدر للميه العذبه في التربه من تحت. حتى بيقول بدايه نبتته لازم يكون ميه عذبه. لا هو مش بالشرط. ليه؟ لان هو انا هنحكي على الانبات بتاعه، بس هو دليل على انه يعني احنا لو فحتنا في الارض هتلاقي فيه مصدر لميه العذبه، بس مش هتبقى عذبه بنسبه 100% لان في اختلاط ما بين ميه البحر والميه العذبه اللي جايه من السيول. هو احنا السيول لما بتنزل تقريبا منحدر الوادي يعني على ارتفاع 83 متر من سطح البحر، نسبه الميول ما بين يعني من 83 متر لحد ما نوصل للبحر
حوالي 5 كيلو او 6 كيلو، يعني بتجيب من اول الجبال لحد هنا بتبقى ما بين 5 و 6 كيلو بنسبه انحدار يعني من 83 متر للمتر. فده بيسمح ان لما بتيجي السيول بتنزل بالطمي والمواد العضويه معاها. المواد العضويه دي لما بتنزل المنجروف بياخد الحاجات دي وبيثبتها، بياخد منها الحاجات المفيده وبيدي البيئه البحريه بالتبادل كده ايه المواد العضويه في صوره يعني في صوره ايه ميسره، ما بتكونش كثيفه عشان ما تموتش البيئه البحريه. ده المنجروف، بجانب ان هو اصلا التربه بتاعته نيتروجينيه كلها مواد عضويه طبعا للاسباب اللي احنا ايه قلناها دي. المنجروف من ضمن السيول من ضمن الاسباب الرئيسيه في ان التربه بتاعتها نيتروجينيه. المواد العضويه دي لما بيديها للبيئه البحريه بتستفيد الكائنات، من ضمنهم رقم واحد الشعاب المرجانيه، الشعاب المرجانيه بتبقى محتاجه للمواد العضويه. فدايما بتلاقي الاجزاء المواجهه او المساحات المواجهه من الشعاب المرجانيه للمنجروف بتلاقي الحيويه بتاعتها عاليه خالص والهيلسي بتاعها قوي. احنا في نبقي في عندنا الكفر بتاع الشعاب المرجانيه بيوصل ل 130%. هتقول لي ازاي 130؟ في حاجه اسمها 130%؟ الشعاب المرجانيه في حاجه اسمها الكورال تيبل. الكورال تيبل دي بتبقى كذا طبقه فوق بعضيها، يعني هو متر طالع فوقيه متر كده بتلاقيها زي ايوه عارفينها حلزونيه. بالظبط كده، بتلاقيها دائريه كده واخده ثلاث اشكال زي بعض. ده بالنسبه للبيئه البحريه المخلطه ومع حركه ايه متدرجه ومع حركه المد والجذب المواد العضويه دي بتوصل وبتغذي خليج العقبه ومحميه راس محمد. قد يكون من ضمن اسباب بقاء وثبات البيئه في راس محمد محميه نبت بسبب السيول، فالسيول دي مصدر مهم جدا للبيئه البحريه. ده حاجه من ضمن مميزات ايه المنجروف اللي هو بيعمل لها تثبيت، بجانب ان هو بيقلل عمليه النحر وعنده قدره جامده على الارساب. لما تيجي الحاجات اللي بتنزل من فوق دي يرسبها ليه؟ لان هو الجذور بتاعته لما نروح هناك هتشوف الجنب الجذور بتاعته دي عباره عن شبكه. فالشبكه دي لما بتعمل على تثبيت التربه ماشي، فكده بيحمي ايه بيحمي الشواطئ من عمليه النحر. الحاجه برده المهمه الثانيه ان دايما المنجروف لما بتلاقي فيه لاجونز وسطيه كده. اللاجونز دي مهمه في البيئه البحريه ليه؟ لان هي للكائنات البحريه، ان هي بتعتبر نيرسري جراوند للكائنات في بدايه حضانات لالاف من الاسماك والقشريات. تمام. طب ايه اللي يكون اللاجونز دي؟ اللاجونز دي اولا بتبقى موجوده في المكان ده كان حاجه اسمها الريف، والريف القديم اللي كان شعاب مرجانيه وماتت وهكذا فبتموت. نتيجة وصول المية العذبة ليه من تحت بتعمل على تآكل كربونات الكالسيوم فبتعمل اللاجونز اللي موجودة دي الحاجة برضو من ضمن فوائد المنجروف ان هو يعتبر محطات استراحة للطيور واماكن وضع العشاش بتاعتهم، بجانب ان هو طبعا مفيد في الدخل القومي لان في ناس بتيجي سياحة للمنجروف. برضو من ضمن الحاجات الأساسية للمنجروف وحديثا ظهر حاجة اسمها البلو كربون او الكربون الأزرق، قدرة المنجروف على استخلاص واختزان ثاني اكسيد الكربون الموجود في الجو في طبقات التربة بتاعته في اجزاء النبات. وين الاكسجين 6 اضعاف النبات الطبيعي؟ لا هو مش 6، يعني مثلا اقول لك احنا عندنا في نبق المنجروف بيمتد على طول 8 كيلو بمساحة 51 هكتار، يعني تقريبا 104 فدان. ده سنويا بيعمل على خفض 117 طن ثاني اكسيد الكربون. واللي بيحصل في مصر اللي على مستوى مصر ال 29 ستاند الموجودين في مصر 1027 طن من ثاني اكسيد الكربون. معنى ده ان نبات المنجروف او البيئات الحيويه اللي زي المنجروف ده بيعلي قيمه مصر من حاجه اسمها ايه ميزانيه الكربون. ميزانيه الكربون دي في مؤتمرات دوليه واتفاقات دوليه البلاد اللي عندها الحاجات الميزانيات دي بتزود ممكن نسبة المصانع عندها، لان انت بتخفض ثاني اكسيد الكربون فممكن تزيد المصانع عندك. زي ما بحصل ان الدول العظمى بتشتري من الدول الفقيرة، زي الفقيرة ماديا بس غنية بالموارد الطبيعية، فبتشتري منها الميزانيات دي عشان تزود المصانع بتاعتها. دي من ضمن الحاجات اللي بيتمدها الانظمة البيئية. ومش المنجروف بس، هو المنجروف 10 اضعاف الغابات المطيرة في اختزانه لثاني اكسيد الكربون، بجانب الاراضي السبخه اللي انتم شايفينها اللي لونها بني دي برضه ليها دور ان هي بتختزن ثاني اكسيد الكربون في الطبقات بتاعتها. فالانظمه دي اللي لازم نحافظ عليها واللي ليها دور مهم في اللي احنا فيه دلوقتي من اللي بيحصل من التغيرات المناخيه. ده بالنسبه للمنجروف اعتقد يعني.